بها المكرمات ورايتنا رفرفت في السماء رأيت الهلال كطير يناني ويحمل أشواقنا للقاء ونجم أتاني بوعد لأني رسمت النضال بعلم العلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصطفى التميمي، رحب بكم في قناتنا قناة قادة المستقبل، ورحب بكم أنا شخصيا في برنامج الأقصى مع مصطفى. في الحلقة السابقة تكلمنا عن أسماء المسجد الأقصى، تكلمنا أيضا عن الأرض المباركة والأرض المقدسة، واليوم سوف نتحدث عن بيت المقدس في عهد النبوة. اهتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس اهتماما كبيرا، حيث ارتبط النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس بروابط عدة في الفترتين المكية والمدينية أدت إلى تحريره في عهد عمر بن الخطاب. ولكن ما هي هذه الروابط؟ أولا، الرابط الروحي الذي تمثل بالصلاة باتجاه بيت المقدس، حيث كان القبلة التي يصلي إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، فصلى صلى الله عليه وسلم باتجاه بيت المقدس طوال الفترة المكية 16 شهرا، وبقي كذلك حتى نزلت آية تحويل القبلة. نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الرابط الديني، وذلك من خلال الآيات التي تتحدث عن بركة بيت المقدس وعلاقتها بالأنبياء وسكناهم ودفنهم فيها. الرابط العسكري، وذلك من خلال توجيه الغزوات والسرايا والبعثات العسكرية باتجاه الشام أي بيت المقدس، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة. ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب.